زال زاد الحزن فيني والتعب وهدى التحيلي بعد موت ابن العقيد عبد الرقيب. احتارت افكاري وقلت ايش المسبب والسبب في مكة الغالي علي غبني عليك يا غلا نسيب. يا آهني حنيت بعدك يا شقيقي والنسب غاب السلا بعدك وما ظنيت ان انت تغيب. قصيدة مقدمة من الوالد الشيخ محمد علي صلاح الصلاحي واخوانه ورياض محمد علي صلاح الصلاحي من اهالي جبل خضر مديرية حبيش محاولة اب. القصيدة تعزية مع استشهاد المقولة بإذن الله علي عبد الرقيب عمر الصلاحي. يلحنها فايز أبو شمس عزفاء أبو خل عبد الفرحان وايقحها زياد فرحان مع تحيات تسجيلات الفايز دمى. والتعب واهتد حيلي بعد ما وتبنى العقد عبد الرقيب. احتارت افكاري وقلت ايش المسبب والسبب في مقتل الغالي علي قبلي عليك يا غلا نسيب. يا احني حنيت بعدك يا شقيقي والنسب غاب السلا بعدك وما ظنيت ان انت تغيب. يا حني حنيت بوعدك يا شقيقي والنسب غاب السلا بعدك وما ظنيت ان انت تغيب. والله ما ننساك يا رمز الشهامة والأدب سالت دموع العين بوعدك يا سلاحي والطبيب. والقاتل الغدار يشرب سم نيران الحطب لابد يتعذب ويتجرع مرارته قريب. والقاتل الغدار يشرب سم نيران الحطب لابد يتعذب ويتجرع مراراته قريب. من يقتل النفس البرية لو هرب أنا ما هرب لازم يذوق الشر يتعذب يذوب لحمه دويب. لازم نخذ دارك ونوض في نار حزنك والغضب نجرع القاتل كؤوس الموت من فم القصيب. نسقيه باروت الرصاص ويصير في حاله كيب. مهما يقول الوعد او يهرب وبقواله كذب القاتل الغدر ومن قد حرضه فينا يعيب. يستاهل التعزير من هو للعواقب ما حسب واعتدى بالقتل ما فكر عواقبها تصيب. استعجل وبالنيران صب في قتل أغلى الناس علي ابن العقد عبد الرقيب. في ظهر يوم السبت واستعجل وبالنيران صب في قتل أغلى الناس علي ابن العقد عبد الرقيب. والآن يلحق به ويشرب من قواريح القصب ما ينفعه ما انحرضه يكون قريبه غريب.
خلف الصاحب وخان عهد الاخوه والصحب ينال انواع العذاب يلهب بنيران اهله من بعد اغلى الناس حزني هد جسمي والعصب واحتارت افكاري من الاحزان والعيب الرهيب محال نتناسى علي رمز الوفاء من يوم شب فيها الكرم والقد يلاه والمعرفة نخوة وطيب عد كان قبل العيد قضاع جواز يسافر ما حسب إن العدو بالقتل متعمد معيب في يوم أستشهد وقد كان السفر صانع وجب يا عامل الفيزة ويت وكل وربي لحسيب لكن أجل محتوم والقدار للوعد اقترب لابد يتحاكم ويتجازى مع من هو كئيب يا عزاب أبو علي عبد الرقيب عمي سلاحي والنسب والختم صلي للنبي المصطفى سيد العرب محمد المختار ختم المرسل طه الحبيب المصطفى المختار سيد المرسل طه الحبيب التواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 7216-4090 او 7111-5049.